جروح زادا وكثرا ولا ماي وعلى المصح حلو يا هوم ويا هوم. الى راح هذا وين راح نهاجر؟ وين راح اروح؟ الفرات اللي كان من تطره بس الريحه مالت العنبر والريحه مالت البرده والقصب بدك بس تشتمها. الان هسه كل شيء ما تستورح بالفرات، بس الزفره وبس الماء المالح ما تقدر تغسل وجهك. اعتقد اني اكثر نهر في العالم انشئ عليه سدود ولا توجد قطره في نهر الفرات تجري يعني بصوره طبيعيه، هي مسيطره عليها. نهر الفرات علاقتي معه مثل الحياه، كل شيء مرينا على نهر الفرات احنا اللي هو بيو ذكريات عشناها طفولتنا بهالنهر. هذا ساتر علينا هذا الفرات، لو ما الفرات كان ما عندنا وجود هنا. ارتحلنا ب93 الى منطقه النجف، هاي المنطقه سكنتها اهل جاموس واهل بقر، عندنا جاموس فوق 16,000 راس، لكن هاي الغلوه مالت النخال العام نزلتنا الى اسفل الاسفل. احنا الربع حلال ابو وجد مو اليوم وامس، وعندنا الحلال ترى جف من جفه الماي، انقرض الحلال مالنا انقرض نقيصة المي وجفت الاهوار، شو يصير؟ يصير امراض املاح، والاملاح شو تخلف؟ تخلف امراض بالبشريه والحيوان. القرمش جفت، النهر جف، الطبر جف، شاملين يجي الماي يصير صحراء. كان عنده حلال عنده 100 راس، صار الهبطه مال العام مال الغلا، العلف صار كلش غالي علينا، وقاعدين نبيع ونعلف نبيع ونعلف لما هسه صفن 20. اشتغلت بهاي الشغلات القصب قديمه من زمان صدام، ماكو شغله غيرها، هي عايشين كنا هذا العمر كله على القصب، ومن راح منا الماي لا والله تبهذلنا، ماكو كان القصب قريب علينا. هسه بعد هسه نروح يوم وطوله ما اجيب لك باقه وحده اثنين، انا شغله تعبانه مالت القصب ما بيها عيشه، بس شو نسوي؟ نقول كله من راح الماي تاذينا، الماي راح من صالحنا، لا زوارقنا تمشي، لا قصبنا يتحصل، لا حلالنا يحصل معيشة، يعني ماكو انقطع منا هذا كله من نجف الماي عني. قبل سيارات كثيرة يعني من ورا الماي شغل وارد كثير، هسه الوارد قل، قصب ماكو، من وين القصب؟ منين راح من الماي؟ ماي ما عندنا حتى القصبة تعيش بيه ونستفاد من عنده. السلامة. قبل من ما يطلعن 5 سيارات 6، هسه تطلع وحدة باليوم، يجوز باليوم وحدة، قل الوحدة ما تطلع. من العاي من العاي بويا من العاي، أولنا نوسهر النايم النوايم، من العاي من العاي وتبعت الظعن ما وجد ما وجد، تبعت الظعن الظعن الظعن. الفرات كان بي يسمونهن شواطي، شواطي منا ومنا، يزرعون بهن اهن شلب. يقول جدي يسولف لابوي وابوي يسولف لي، ولحقت علي انا بال 75 76 يزرعون شلب، من تجر المده يزرعون الشلب، من تجي المده تغطيه الماي على كثره الماي اللي يجينا تغطي الشلب. منا الايام هيك ايام قبل الشتاء يصير الحصاد مال الشلب، يحصدون الشلب النوب ويجي الماي كلش قوي من قدرة الله، يجي الماي قوي نوبه، يفيضونه هن بالشواطي يشيلون الغير مناطق اللي للمكانات العالية يخلون الحلال بيها.
العراق هبة دجلة والفرات طبعا، مثل ما مصر هي هبة النيل. فكل شيء في العراق يتعلق حقيقة بوفرة المياه بهذين النهرين. وهناك خاصية في العراق تختلف عن الدول الأخرى، أن جميع المدن العراقية والقرى والقصبات تقع على أنهار أو على قنوات، يعني الماء هو الذي يحدد التشكيلة والتركيبة السكانية وأيضا الموقع الجغرافي لهذه المدن. الوضع المائي في العراق خلال هذه السنة وضع مؤلم حقيقة، وهذه سنة جافة ليس فقط في العراق وإنما أيضا يعني في سوريا وتركيا وإيران. المزارع اللي بعدنا ما ظل عنده مي، أنا متوري المي بعيد عن النهر 100 متر، أنا بحسن بنزل أحفر شغية مي لعنده المتور أشغل أسخي، بس اللي بعدي ما راح تصلوا المي لأنه ما في منسوب مي عالي تتصل عند المزارع اللي بعدي، يا تطلع المي تحس المزارع، المزارعين كلها شغلت المتورات، لما ما في مي المزارع منين دي يشتغل؟ لأنه المزارع لما عم يزرع حنطة الكل عم يعيش من خبز من طحين من كل شيء، بس لما ما في مي المزارع معنويات صفر، يجي يطلع على الأرض ويراجع على البيت. قبل كان بحر، يعني هلق على موجب هلق ربع المي اللي كانت قبل شغالة، يعني هذا النهر الصغير هو ما بده عشان توقف، كان النهر عالي كتير نسبيا، بس هلق المي سكرت من جنب أخوتنا الأتراك، كل أسبوع يفتحوها مرة مرتين تأتيجي المي. نهر الفرات مهم للسوريين، فهو مصدر أساسي للزراعة، يمد السكان بثروة سمكية وأيضا مياه شرب عذبة. وضع النهر الآن للأسف نهر ميت، أصبحت الزراعة الآن تقتصر على ضفاف النهر. كمية المياه كانت هائلة، يعني إذا قلنا 9.5 كيلومتر مكعب من المياه هذا مياه هائلة، أما الآن للأسف يعني انخفضت نسبة المياه إلى ما دون الربع، وهذا نتيجة العقود الماضية التي هي مرت على نهر الفرات. يعني إذا أردنا أن نفصل حصة سوريا من المياه نحتاج أن نتكلم على الاتفاقيات التي كانت بين سوريا وتركيا، لكن تركيا للأسف لم تلتزم بالاتفاقيات والأحكام والمواثيق، وذلك لأن لديها مشاريع كبيرة لاستثمار مياه نهر الفرات. نقص المنسوب المائي عندنا ببحيرة سد الفرات إلى 4.5 أمتار، وببحيرة ست تشرين ل5 أمتار. نتيجة الانخفاض ببحيرة ست تشرين للمنسوب 320 أدى إلى خروج ست تشرين عن الخدمة، وبالتالي أثر على الجانب الكهربائي، فتم قطع التيار الكهربائي عن المدينة لمدة أسبوع، وإعادة ساعات العمل، عمل ساعات الكهرباء تتعلق بالوارد المائي من الجانب التركي. بالاتفاقية الدولية عام 1987 بين سوريا تركيا العراق، يمرر الجانب التركي بحدود 500 متر مكعب بالثانية، أما اليوم لا يتجاوز التمرير من 500، يمرر 250، ال250 حتى ما تصلنا 250 كامل. نهر الفرات هو خزان كبير من الثروة السمكية. يوم اللي انخفض النهر عندي 3-4 أمتار، المسامكة اللي موجودة عندي ما ظل بها نسبة المي متر ونص وما دون. يعني أنا كنت مثلاً أربي بالمتر الواحد فرخين أو 3 فراخ سمك، الآن ما عاد أقدر أربي فرخ. يعني بالسنة أنا كنت أشيل منها أكثر من 60-70 طن سنوياً الموسم.
الحز بالثلاث سنوات ما يشيل 15 طن. فقط في تركيا أنشئت 5 سدود كبيرة على نهر الفرات، ثم في سوريا أنشئ سدان. أما الجانب الإيراني فقد يعني بدأ بإنشاء سدود كبيرة وصغيرة على نهر الكارون، على نهر الكرخة، على كل الروافد الزاب الأسفل ونهر ديالة من إيران. من الجانب الإيراني يعني للروافد إلى نهر دجلة اقتربت الإيرادات من الصفر حقيقة. فهذا يعني عكس تنافس غير منصف على الموارد المائية المتاحة في العراق على نهر الفرات بشكل خاص. نحن في العراق دولة مصب، فما يجري في تركيا وسوريا وإيران نحن نكون بحكم المتلقي المستلم السلبي. If you look at again last year, for example, when it comes to the other parts of Iraq, this is the Kurdistan region. You know, it appears that in certain periods, Iran would cut or reduce the flow of the water of rivers like Little Zab or Sirwan. Second is the issue of the in Iranian political parlance already. We speak of what is called water mafias. These are special interests that enrich themselves by dam building, by other projects that are hurtful to the country's water resources, but they do enrich a few, and hence the reality of them going up. Another part of the problem is inefficient agriculture. For years now, experts have said that Iran cannot continue with the same level of with inefficient agriculture that it's been using for years, and yet it continues to go on. There is also an issue of population growth. Iran, like many other countries in the region, has had a huge population growth. Yet water consumption patterns have not adapted to this. You know, the water doesn't increase. So when the population increases, you need change in water consumption patterns. That unfortunately has not happened. And in recent years, there is always advocacy in the country for increasing the population. تمت هناك مفاوضات بين سوريا وتركيا، وتم الاتفاق على أن تكون حصة سوريا 500 متر مكعب في الثانية من المياه على الحدود السورية التركية، وتم الاتفاق على ذلك. بال 2011 حصل هناك أحداث في سوريا، استغلت تركيا هذه فبدأت تقلل كمية المياه على سوريا، وبلغت أزمة المياه في سوريا أوجها عام 2021. بعام 2021 تركيا كان لديها مشروع كبير الجاب، اللي هو مشروع جنوب شرق الأناضول، خفضت حصة سوريا من المياه حتى وصلت إلى أقل من الربع، ما يقارب 200 متر مكعب في الثانية من المياه. وحتى أن صحيفة الجارديان قالت بأن منسوب المياه في نهر الفرات نزل إلى ما يسمى بين قوسين المنسوب الميت. من خلال البحث حصلنا على مشاهد لبناء السدود العملاقة نشرتها الشركات الهندسية المنفذة، وكان أكثر السدود أثراً على المياه سد أليسو وسد أتاتورك. وقد تسببت السدود التركية بتخفيض كميات المياه الواردة من النهرين بقرابة 50%، فيما لا تعرض إيران مشاهد متاحة لعمليات تشييد السدود، وقد اعتمدت استراتيجية بناء السدود الصغيرة وكثيرة العدد، والتي خفضت واردات نهر دجلة من روافده من إيران إلى 70%. So when it comes to the border areas in relation to water, for example, the province of Diyala in Iraq, which is actually a Shia majority province, it happens to be home to some of the main, you know, let's call it pro-Tehran Iraqi political parties and militias, you know. Yet this province is also one that really relies on certain water sources in Iran. And it appears to me that building too many water tunnels on the Iranian side, and also attempts done to divert the
water of the, some of the tributaries in the Iranian soil has really made sort of water problems in place like Diyala. إلى راح هذا وين راح نهاجر؟ وين راح نروح؟ نروح وين؟ نروح كنا هاجرنا للمناطق الغربية كنا نزرع فلالي حتى المناطق الغربية نقولهم يقولون ماكو ماي لا فلاحة لا هاد بيش راح نعيش؟ زين إلى صارت هاي هسه المية وانتهت الجاموسة وين تروح؟ راح يبيعها راعيها لو يشيل غير منطقة فضل هاي كلها أرض وحشة. كان هنا تقريب 40-50 بيت وأكثرهم السادة الغوالب اللي هم مربي جاموس كل واحد يمتلك له 100-150 جاموسة. والآن هسه ظلوا كم بيت منهم كلهم اللي باع حلاله باعه واللي مات حلاله مات واللي شال الغير مكان شال الغير مكان. والله العظيم شالوا وهم اللي كانوا هنا المعازيب اللي الضيف اللي يوصلهم للناس اللي توصلهم. السياحة قلت لأن هذا تدري أنت على النشر وعلى الصور وعلى المقاطع اللي يشوفونها قامت حتى الناس ما تجينا وهذا كله فقدناه ويا الماي. والله العظيم قاعدة ناس تخجلني يعني يجيني وفد أجنبي فد 20-25 أجنبي يحجون وياي يقولون هذا لو الهور عندنا نخليه يقلب عليكم ملايين من نبني نبي مستنقعات ونسوي نبي جزر ونسوي نبي قهاوي نسوي نبي مطاعم نسوي نبي سكن للي يجي السائح اللي ينزل هنا يتونس ياكل يشرب الماي حلو ايضا. لا اجانا الماي هذا اللي قلت لك كلهن اجانا براه وصرنا احنا بخير. تشوفها توها ولدت من قلة الاعلاف حتى حليب بعد الطيله تغذي بس عوشي ما يكفزه ما بين طيب ما ياكل الا الخال. وهات تشوف الحال انت كان عندي 100 ويا هسه بقايها شوف 20 جاموس 15 جاموس من قله الاعلاف ومن قله الماء. الماء كان يوصل منا للجرف ذاك وهسه شوف يلعبون طوبه بالجرف من قله الماء راح من عندنا. نعم من راح الماء من عندنا حتى تشوف الحال. اخواني راحوا ويانا كانوا عايشين بالهور ويشتغلون بالقصب ويشتغلون بالصيد ومن راح الماء بعد هم مشوا كل من مشاهد مشوا بالولايه بعد ما قاموا يرجعون للهور قالوا احنا بعد الهور ما يفيدنا ما نستفاد بيه. من خلص الماء من عندنا جف الماء من عندنا ناس بيها مشت راحت البغداد راحت الديوانيه راح تدور شغل تشتغل هذا اللي يشتغل عماله هذا اللي يشتغل بالمخضر هذا يزرع طماطه هذا يزرع بطيته على هاي. احنا من جف عندنا الماي هاجرت كل هالناس ومن جانا الماي رجعت رجعت الهورها هورها رجع من جاء الماي رجع نفسيته نفس حالته رجعت قصبه وحشيشته وصيدته يعني كل شغله رجعت لي. Now if you look at the minutia of the problem the last few years which has really exacerbated since July 2020 when a drought hit the region, especially Iraq, something like 40% of the country suffers from water problems. In this last 4 years, what we've seen is that Iran, which has its own water crisis, of course, and it's very worried also because of the lack of confidence of people in the government that really influences how Iran deals with neighboring countries in the last few years, particularly in 2021. And also in 2023, it has done policies that are not really serving Iraqis well. العمال اللي كانوا يشتغلوا بالمسمكة قسم من الهاجر لبرا. القسم الأكبر هاجر، قسم صار يدور على مهنة ثانية عمل ثاني وبناس ظلت باركة بلا عمل. يعني يعني بس أنا كنت مثلاً أحط 20,000 فرخ بالحوض الحز ما أقدر أحط 10,000 ما أقدر أحط 5,000 فرخ سنويا. يعني شنت لما أنزل
للمنطقة هاي بس وصلتين أنا هنا صرت مغمور الخالص، هنا تماماً مغمور بنهر الفرات، هنا كانت تغمرنا المية تماماً. أما اليوم بدي إذا بدي أصل للنهر بدي أمشي أكثر من 3-4 أمتار لتحت لأقدر أوصل لنهر الفرات. هذا كله انخفاض، هذا كله انخفاض من النهر. هذا النهر الجارف الذي كان نهرا عظيما جامحا الآن أصبح قناة مروضة، يعني المشغلون في العراق وسوريا وتركيا هم الذين يتحكمون بكمية الجريان. العدد الهائل من السدود التي أنشئت على دجلة والفرات والروافد يعني تكفي لتخزين أكثر من 170 مليار متر مكعب، يعني أكثر من إيرادات النهرين والروافد لمدة 3 سنوات. فهذه مرحلة خطيرة جدا وغير مألوفة، ولم يعد نهر الفرات نهرا، ثم أن نهر الفرات كان يلتقي بنهر دجلة في منطقة القرنة في الجنوب ويشكلان معا شط العرب. منذ حوالي 15 سنة نهر الفرات لا يصل إلى شط العرب، فهذه طبعا مأساة حقيقية، يعني الفرات لم يعد فراتا. أنا متشائم بشأن مستقبل إيرادات المياه في العراق، ولكن ما زلت لدي أمل بأن هناك الكثير من حسن الظن والنوايا الحسنة وربما الجهد الدبلوماسي المخلص. The solution to the water crisis in the region are twofold. First of all, we need an international agreement between the countries on the region, especially the upstream countries like Turkey and Iran. They need to join the Helsinki Convention of the 1992. They need to reach a multilateral agreement involving the state organizations in Syria, Iran, Iraq, and Turkey. من جدي ودور أبوي وأنا عايش بالأرض وعالزراعة. اليوم أنت مزارع، تخيل تروح تبرك بالبيت. لا ضل عندك شغل ولا ضل عندك موسم ولا ضل عندك رزق، أكيد المعنويات بتتحطم. أدور لي أدور لي يا يخب هالعمر ويا ما ياي أتمنى أموتن ولا أفارق الأهوار شوية بعد وين بعد وين.